أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اتصل علي النهاردة أحد الشباب وحكى لي قصتين واقعيتين حصلوا خلال الأسبوع اللي فات. القصتين بيلخصوا إحنا عايزين نقول إيه النهاردة. القصة الأولانية، 5 شباب سهروا في منطقة 6 أكتوبر، كان في فرح لغاية قرب الفجر. شباب وهم راجعين من السهرة، وكل واحد منهم اللي مدروخ واللي شارب واللي عامل واللي مسوي، العربية اتقلبت بيهم. والعربية وهي بتتقلب، واحد من 5 اتفتح الباب اتمطر بقى على الأسفلت. هو ده الشخص الوحيد اللي نجي من الحادثة. الأربعة التانيين، الولد اللي كان سايق برضه حصلت له كدمات شديدة جدا بسبب الحادث، واتنطر برضه بره، لكن في العناية المركزة دلوقتي وفاقد البصر. والثلاثة التانيين اتفحموا تماما، بعتوا جابوا الإسعاف والمطافي، العربية كانت بتولع. الناس بتقول العربية كانت قدامنا بتتفحم ومش قادرين، وسمعين صراخ الولاد وشايفينهم بيتفحموا قدامنا ومش قادرين نعمل لهم أي حاجة. أدي موقف وأدي حال. على النقيض بقى شاب من نفس المنطقة، كان خلاص شهور ويتخرج من كليته، هو بيدرس في جامعة خاصة وهو من أحد البلاد في الصعيد. فشاهد الولد في الجامعة بتاعه راحوا عاملين حفلة تخرج للشباب، وجابوا بقى مغنيين وجابوا. فالولد غار وبيقولوا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان سبب إن كل دفعته تقريبا يلتزموا، كل اللي في دفعته ملتزمين كانوا بسببه. الشاهد الولد غار، فقال أنا رخر هنعمل حفل التخرج، وراح جايب بعض الدعاء والمشايخ في أحد المساجد ودعا الشباب كلهم وعمل ندوة. فواحد من الشباب بيقول له أنت بتعمل حفل التخرج قبل ما تتخرج؟ قال ما ياما ناس مستنية تتخرج ويمكن مش هتلحق تتخرج. الولد بيحكي لي اللي كان أصلا سأل السؤال ده بيقول لغاية دلوقتي الكلمة قاعدة بترن في وداني. الولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اجتهاد بعد كده ما فيش، حسن خلق، 23 سنة. ليلة ما حدثت له الحادث قعد سلم على جميع الإخوة اللي كان يعرفهم. وواحد من الشباب اللي كان ليه علاقة وثيقة به قال له لو أنا مت أنت هتدعي لي؟ فقال له أنت بتتكلم في إيه؟ تموت ايه؟ قال لا يعني انا بكرة مسافر ورايح البلد، ودلوقتي الامور ما بقتش مأمونة. يا عم انت ايه واخدها ضلمة كده ليه؟ ايه اللي عمل فيك الكلام ده؟ بلاش كثيرة دي،
قال لهم بس لو أنا مت أنت هتزعلي وهتدعيلي؟ الشاهد أصبح عليهم الصبح وفعلا الولد خد بعضه وراح علشان يسافر البلد، وإذا به تحدث حادثة، والحادثة غريبة جدا. الخبر جه أنه مات في الحادثة، ما حصلش كده، كان السواق في غيبوبة من بسبب الحادث. فلما فاق قالوا له إيه اللي حصل؟ قال لهم إحنا العربية اتقلبت، واتقلبت قرب اسمه بوليس. فلما بصيت مين من الركاب اللي اتصاب، كان هو الولد ده، بس كانت شوية جروح كده. فخدته ودخلت بيه اسم البوليس، قال أنا عايز أكلم أبويا. رفع سماعة التليفون وكلم والده فعلا، وقال له إحنا بس العربية اتقلبت بينا وبتاعه. وقعد شوية، دخل العربية، حط إيده على صدره، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومات محمد. سبحان الله. دول شباب وده شاب، والسنة دي في العشرينات. هو ده المعنى يا جماعة. إحنا مستنيين إيه؟ إحنا محتاجين إيه علشان ناخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في الحلية ذكر أبو نعيم عن يحيى بن معاذ قال عجبت لثلاث وفرحت لثلاث واغتممت بثلاث. ثلاث حاجات فرحتني أوي، وثلاث حاجات خلتني أعجب أوي، وثلاث حاجات غمتني أوي. فالتي عجبت منها فتنة العالم. واحد يعرف طريق ربنا ويتعلم وبعد كده يتفتن، وسرور الإنسان بما أصاب من الدنيا وهو تراث من تقدمه وتراث من يخلفه. ما انت ورثتها عن أبيك وحتورثها لابنك ومش هتدوم لحد. والثالثة من رطع في أفواه أمانيه في مراتع الموت. عندنا لسه أماني طويلة أوي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وعمل الشكل كده وراح راسم النبي صلى الله عليه وسلم زي صندوق وطلع منه سهم. السهم ده إيه؟ ده أمله. وإيه اللي بيخبطه ده؟ أجله. يعني أمله أطول من أجله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري يقول لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لسه هيبقى عندنا آمال طويلة ولسه متعلقين بالدنيا، هو كده البشر. أدي الثالثة. قال وفرحت بثلاث: إظهار الله آدم على إبليس، وإخراجه إيانا في هذه الدنيا، والخصلة الثالثة وهي أشرف الثلاثة معرفة الله جل وعلا. واغتممت لثلاث. إيه بقى الثلاثة اللي غموه؟ ذنوب أسلفتها، وأيام ضيعتها، والخصلة الثالثة وفيها الخطر العظيم: وقوفي بين يدي رب العالمين، لا أدري ما يبدو لي منه، وذلك المقام الشديد يتوقع فيها المحاسب بماذا يختم له. أيام ضيعتها يعني في الغفلة وترك الاستعداد، وذنوب أسلفتها، وسأقف بين يدي رب العالمين يحاسبني على الصغير والكبير. في زمن اختلطت فيه الأوراق، في زمن الفتن فيه على الأشد، في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الرسالة اللي لازم كل واحد تتحفر في وجدانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا جماعة العلماء بيقولوا القلوب ضعيفة والفتن خطافة. احنا غلابة وضعاف، الأصل فينا الضعف، والفتن حوالينا من كل جانب. الفتن دي
بتوصل لينا رسالة من ربنا: الحق، الحق قبل فوات الأوان، سارع وبادر قبل أن تغادر. الحق، لأنه ما تعرفش بما سيختم لك، ما تعرفش أنت النهاردة في المسجد بكرة تبقى فين، ما تعرفش العمر هيبقى قد إيه. الحق وبادر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن ذكر عنده الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. احنا عايزين نسمع الوصية النبوية دي قوي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل ايه في وقت الفتن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلزم بيتك، ما تعرضش نفسك للفتن، وابكي على خطيئتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف. انت عارف الحلال ما الحرام، خليك في اللي انت عارفه ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك. ما تشغلش نفسك بعيوب غيرك، وما تشغلش نفسك بالزمان واللي بيحصل فيه. من قال: هلك الناس فهو أهلكهم. خلينا في حالنا، خلينا ننجو منها بالمعروف. نعمل ايه؟ نسارع. قال ربي، واحق القول قول ربي جل وعلا: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قالت أم غزوان، غزوان ده كان من أحد السلف الصالحين من العباد، قالت له أمه ذات مرة: أما لفراشك عليك حقا؟ السرير ده ملوش حق عليك؟ أما لفراشك عليك حق؟
أما لنفسك عليك حق؟ قال يا أمة إنما أطلب راحتها أبادر طي صحيفتي. كتابي هيتقفل أيام ويتقفل، ألحق قبل ما يتقفل كتابي أكون عملت رصيد ألقى بي رب العالمين. وسارعوا، أنت هتسارع إمتى؟ إمتى هتسمع الكلام ده؟ تطلع من المسجد عايز تعمل أي خير، عايز تبذل في وجوه الخير، عايز تتقرب لربنا. أول حاجة عشان تسارع لازم تبقى قصير الأمل، إن أنت دايما تذكر نفسك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، يمكن تكون قريبة. لو بقى عندنا اليقين ده هنلحق وحنجري وحناخد الخطوة لربنا. في كتاب الزهد للإمام أحمد قال، ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك ورؤي ذلك في عمله، ولا أطال أمل العبد قط إلا أساء العمل. بيبان بقى، هو حاسس إن هو بقت أيامه معدودات، حاسس إنه ما يعرفش إمتى هيكون لحظة منية وحاسس إنها قربت، يبتدي بقى: أنا كنت زعلان من حد، لا يا عم أروح أستسمحه، أنا حاسس إن أنا ظلمت فلان، لا ألقى الله بمظلمته، أنا حاسس إن أنا ضيعت حاجات من حقوق ربنا عليا، لا ألحق أروح أعمل لي عمرة، أروح أتصدق بصدقة كبيرة تنفعني يوم القيامة. ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا أطال أحد أمله إلا أساء عمله. تعالوا نقول طريقة عملية علشان نسارع. الطريقة العملية دي نتعلمها من هدي سلفنا الصالح. كان رجل من المسلمين إذا بلغه موت أخ له من إخوانه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف. بيقول إيه؟ أنا بتهيأ لي أنا اللي جاي علي الدور، كل ما يسمع إن فلان مات يقول أنا اللي علي الدور، فبيقوله فيزيده ذلك جدا واجتهادا، يمضي على ذلك زمان ثم يبلغه موت أخ له آخر فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف، فيزيده ذلك جدا واجتهادا. الحسن البصري لما كان يروي ذلك كان يطبق هذا الأمر، فالراوي بيقول أخذ الحسن يردد هذا الكلام غير مرة، فوالله ما زال كذلك حتى مات موتا كيسا، مات موتا زي الفل. ازاي طول الوقت انا اللي علي الدور، الحق بقى، ليه ما كنش؟ احنا لسه بنقول يا شباب، للشباب اللي عنده 20 سنة و30 سنة، طيب وما يدرينا إذا كان شباب العشرينات والثلاثينات بيختطفوا هكذا ويموتون، يبقى احنا الدور علينا ولا ايه؟ هو ده المعنى. قال محمد ابن السماك: إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده، حط نفسك كده كأنه بالظبط فلان اللي احنا حطيناه في القبر ده، كأن ربنا سمح ليه انه يعيش 5 دقايق، هيعمل فيهم ايه؟ 5 دقايق بس، عندك فرصة 5 دقايق، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ألحق أستغفر، خدوا فلوسي، اعملوا أي حاجة، أنا عايز أعمل عمل صالح ألقى بيه ربنا، ما قداميش غير 5 دقايق. بيقول اعمل نفسك كأنك بالظبط كده رجل ذاق الموت وعاش ما بعده فسأل الرجعة فأسعف بطلبه، قال رجعوني، فقالوا له ماشي، وأعطي حاجته، فهو متأهب مبادر
فافعل، فإن المغبون الخسران من لم يقدم من ماله شيء، اللي ما بينفقش في سبيل الله حاجة، ومن لم يقدم من نفسه شيء ولا بذل جهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عايز تبادر قبل أن تغادر وتسارع، قصر أملك. كان مطرف ابن عبد الله يقول: يا إخوتا اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات. اشتغلوا، طلعوا كل ما تستطيعون من جهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو احنا قطعنا نفسنا في طاعة ربنا والحمد لله ربنا تقبل منا وتنزل علينا برحمته، يبقى لنا الدرجات العلى ورفقة النبي محمد في الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يكن الأمر شديدا، ولو حتى طاعتنا دي ما بقتش تنفع والحساب شديد والعقاب شديد، كما نخاف ونحذر لم نفعل ما طلبه منا ربنا، فإذا قلنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هنقول له يا رب عملنا اللي علينا، ما عملنا كل اللي نستطيعه، انت ما عملتش ليه؟ هي دي كانت مقدرتي يا رب، انا جبت اخري في طاعتك يا رب. هو ده المعنى. يبقى اول حاجة ايه؟ قصر املك وتذكر الموت، تجتهد في الطاعة. واحد من السلف اسمه حسان ابن ابي سنان، ده راجل برضه من الصالحين، زوجته بتقول: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. زي ما هي بالضبط كده الام لما تيجي تنيم ابنها، الابن قاعد بيعيط الولد الصغير الرضيع، فهي عايزة تنيمه فتبتدي تقعد جنبه شوية لغاية ما يحس بجد ان هي نايم في حضنها، وبعد كده تمشي. هو كان بيعمل معها كده، الراجل زوجها يروح قاعد نايم جنبها لغاية ما هي تنام او يحس انها نامت تماما. تقول: فكان يخاضعني كما تخاضع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم قام فصلى، فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك؟ بالراحة عليك شوي، أرفق بنفسك. فقال: اسكتي، ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. أنام ليه؟ أنا ممكن أنام ما أمش، أنا مش عارف أنام، كل ما أجي أحط راسي على فراشي أفتكر إن ممكن تكون دي لحظة النهاية. ما النوم ده الموت الصغرى يا جماعة. فعشان كده كان ذكر الموت يلهب حماسهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. من الحاجات اللي تخليك تسارع لما تشوف غفلة الناس حواليك، الله كده يوشك أن يعمنا الله بالعذاب. ما هي المعاصي دي بتستوجب غضبه ومقته. طب وإحنا عايزين ننجو، مش عايزين العذاب ينزل علينا. فلما تشوف كده تقول إيه؟ لولا عباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. لا، أنا أقوم أستدفع العذاب عن نفسي على الأقل علشان ربنا ما يتنزلش علينا بعقاب عام. فالحق وانجو بنفسي. ربنا يقول: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يا بصوا، يصدعون دي يقولوا يصدعون، يتفرقون ويزلزلون. يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. السكة قدامك، شايف السكة فيها مشاكل كتير، مهدها بعمل الطاعة. الطاعة تجيب طاعة، علامة الحسنة حسنة بعدها، ربنا يتقبل الخطوة، ربنا يضاعفها لك. من تقرب إلي الشبر تقربت إليه الذراع، من أتاني يمشي أتيته هرولة. السكة تبقى بسيطة وقصيرة وتأدي الرسالة اللي ربنا خلقك من أجلها. لما تشوف غفلة الناس
تسارع وتبادر قبل أن تغادر. في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا قال أحدهم: دخلنا على أبي التياح الضبعي نعوده في مرض الرجل، في مرض الموت، فروحنا نزوره، فقال: والله إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن يزيده ما يرى من الناس، ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. بيقول لما نبص كده ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس غفلة قوي وبعدت قوي، يقول لما أشوف الكلام ده أبقى عايز أقطع نفسي في طاعة ربي فأزيد جدا واجتهادا ثم يبكي. من الحاجات، تالت حاجة بقى من اللي تخليك تسارع، إنك تقول بينك وبين نفسك مفيش وقت، مفيش وقت، خلاص الأعمار بتنقضي والزمان مفهوش بركة، مش كده؟ اليوم ما بقاش 24 ساعة، اليوم بيتاكل، الناس في أعمالها وفي مشاغلها مش ملحقين نعمل. النهاردة الجمعة، بكرة الجمعة، ما بقاش فيه إحساس بالوقت تماما. طب ما خلاص، ما هو يوم بيجيب شهر وشهر بيجيب سنة. طب وانت حاسب نفسك كده؟ مفيش وقت، الحق، بادر. فلما المعنى ده يبقى يقين جواك تبتدي تقدم عمل صالح. قال سميد: كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي من رزقك قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يبغيك. كل يوم بينقص من أجلك المفترض إنك تحزن عليه، يوم راح، أسبوع، شهر، سنين وإحنا بعاد عن ربنا، لا إحنا لازم نلحق نفسينا. بعض الإخوة الكرام لما التزم في أواخر العشرينات يقول قعدت أبص ده في ناس شغالة قبلية بقالها 10 سنين، في ناس أول ما طلعوا اللي حفظ القرآن وهو عنده 10 سنين واللي عنده 15 سنة، وأنا فين أنا من الناس دي كلها؟ عامل زي عبد الله الثقفي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه ثقيف دول، يعني كان في عامل وفود في العام التاسع، فبص كده على الناس، إيه ده؟ أبو بكر عبادته قد إيه؟ وعمر عبادته عاملة إزاي؟ وطاعته قد إيه؟ وعثمان وعلي والزبير، إيه ده؟ أنا فين من الناس دي؟ لا أنا مش قادر أحصل الناس دي خالص، لا أنا كده يبقى راحت عليا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، 10 كلمات جمع فيها كل حاجة تحتاجها. قال له: قل لي حاجة من الآخر، أنا كده مش عارف أجيب الناس دي. فأجابه النبي ب5 كلمات: قل آمنت بالله ثم استقم. خلصت المسألة كده. فصاحبنا ده بيقول أنا بصيت لقيت نفسي في آخر العشرينات وما عملتش حاجة، لكن هو ده الإحساس ده اللي خلاني في 4 سنين أعمل اللي ما عملوه ناس في 20 سنة، أختم القرآن وخلص كذا وكذا مدواوين السنة، والحمد لله يبقى لي حال وأوراد ثابتة مع ربنا سبحانه وتعالى، وأتقدم في طاعات وأدعو في سبيل الله في 4 سنين، أعمل اللي ما اتعملش في 20 سنة. ليه؟ علشان عنده حاجة من جواه بتقوله لازم ألحق. هو ده لما يبقى المعنى ده راسخ في وجدانك مفيش وقت، هتبتدي تاخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى. هنسارع، قلنا نسارع ازاي؟ ربنا قال ايه؟ وسارعوا، اول حاجة نسارع لها ايه يا رب؟ اول حاجة نجري لها ايه يا رب؟ مغفرة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. طب احنا عايزين ربنا يغفر لنا، ما هو اصل ده اهم حاجة، التخلية قبل التحلية، الأول يتوب علينا ويطهر وجداننا وقلوبنا، ده الأول. أصل هعمل إيه لو أنا بعمل حسنات كتير أوي وتيجي سيئة تحبط ده كله، أو أبقى جوايا شيء للأسف الشديد
يقطع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا لازم أول خطوة توبة ومغفرة. أول شيء لازم في الطريق إن أنا أبدأ بالاستغفار. شوفوا ربنا يقول إيه، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما قالش توبوا على طول، لا، محتاجين شوية استغفار. يعمل إيه الاستغفار؟ يطهر القلب. أصل القلب ده هو أهم حاجة في الموضوع كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد. قلبك طاهر وقلبك فيه حب ربك، القلب ده اتخلع عشان حاجتين، علشان يستودع فيه الإيمان ومحبة الرحمن، اتخلع عشان كده. فلو قلبك ده فيه حاجات ما يحبهاش ربنا مش هينفع الإيمان، لازم هيبقى مر. بص، القلب زي الإناء. النبي قال كده في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وألينها. فالقلب إيه؟ زي الكباية دي بالضبط، هو جوه في حاجة نجسة، تحط مية ينفع تشرب؟ ما ينفعش، لازم تدلقها. هو كده. يبقى يا جماعة، هذا القلب مثل هذا الإناء، لو جواه نجسات ما ينفعش، ما ينفعش يتحط فيه الماء ده، ما ينفعش يتحط الإيمان، يبقى معكر. لازم يتنظف اللي جوه الأول، وبعد كده تنزل الإيمان داخل القلب. فعشان كده لازم الأول استغفار، لازم استغفار يطهر. الاستغفار هو اللي هيعمل العمل ده. كأنك انت حاطط الكوباية دي، الكوباية دي دلوقتي فيها شوية نجاسات أو فيها شوية تراب، عايز أطلع التراب ده من جوه، أعمل إيه؟ حطها تحت الحنفية كده، تنزل عليها المية لغاية ما تطلع كل اللي جواها. أو الأسلوب التاني هتعملها إزاي؟ هتجيب بقى سلك وبتاع وتشيل الحاجات اللي جوه دي كلها وتنظف، علشان خاطر ينفع تشرب منها بعد كده. هو كده بالظبط. أنت محتاج في الأول تطهر قلبك، ده يكون بإيه؟ بالاستغفار. عشان كده قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. طيب، أول حاجة لازم تقول لنفسك المعنى ده. الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، اللي بيكتب سيئاتك عليك، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات. 6 ساعات، مش 6 ساعات الساعة 60 دقيقة، يعني 6 أوقات. طلعوا قد ايه دول عند ربنا ما نعرفش، بس المهم يديك 6 فرص، 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. عايز أكرم من كده؟ يبقى يديك فرصة ما يعاقبكش عليها. انت عامل ذنب دلوقتي، انت عامل مصيبة دلوقتي، لا، قدامك فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة عشان ما تتكتبش عليك. يرفع القلم عن العبد 6 ساعات. بعدين انت لو تبت من قريب على طول، قلبك اول ما ذكرت تذكرت، قلت استغفر الله، انا برضه اعمل الذنب ده، يا رب توب علي، انا ايه اللي وقعني في اللي انا عملته ده، يا رب اغفر لي وتوب علي، يا رب لا اعود لا اعود. خلاص ندمت بجد واستغفرت، خلاص ولكنها اتعملت، انتهت، والا كتبت واحده. هكذا. فشوف رحمة ربنا بك قد ايه. فعشان كده أول معنى عايزين نتعلمه في موضوع الاستغفار إن احنا نستغفر من قريب. تعمل الذنب، لو كل ذنب بتعمله في حياتك، احنا كلنا خطائين، كل بني آدم خطاء، فلازم هنغلط ولازم هنقع في المخالفة، بس هنفرق بقى المؤمن من المفتون، هيفرق في الحتة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما فيش حد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنى نسيا. الأصل إن احنا نتفتن وإن احنا ننسى، بشر. إذا ذكر ذكر، أول ما يقال له اتق الله لا تأخذه العزة بالاسم، يقول: أيوة والله يا ربنا اجعلني من المتقين، يا رب اغفر لي وتوب علي. إذا ذكر ذكر. طيب، المغفرة قبل التوبة. المغفرة معناها الستر ابتداءً، انه يستر على العمل
ويزال. حلو كده؟ تيجي التوبة بعد كده كأنك انت بالظبط، التوبة معناها الرجوع، يعني كأنك شردت. فلما شردت مطلوب عشان ترجع للطريق مرة تانية، أول حاجة أن الذنب ده يتشال من سكتك عشان تعرف ترجع تاني، ترجع تاني للطريق. دي تيجي مرحلة التوبة، مرحلة الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الصراط المستقيم مرة تانية. يبقى أول حاجة الاستغفار، وأول حاجة طلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. أول شيء عايز أديك وصفة عملية من 10 حاجات علشان نطلع بشيء عملي ننفذه خلال الأسبوع ده. احنا قلنا هو أول خطوة في الطريق إنك تستغفر ربك وتطلب منه أن يغفر لك ذنبك. طب نعمل إيه عملي؟ إيه الحاجات اللي بيها ربنا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا علشان نعرف نعود للطريق مرة تانية؟ أول شيء من هذه الأمور، اسمعوا إلى هذا الحديث اللي بيقولوا أنه أرجى الأحاديث النبوية أو الأحاديث القدسية. روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم. لاحظوا، يمكن الحديث سمعناه بس أنا هطلع منه 3 حاجات. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. 3 حاجات الحديث القدسي ده بيقول لنا إنها من أسباب المغفرة. أول حاجة إيه؟ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي على ما كان منك. يبقى أول سبب من أسباب المغفرة كثرة الدعاء وحسن الظن بالله، إن احنا نرجو ما عند الله. أيوة احنا وحشين، أيوة احنا مقصرين، أيوة احنا أهل للذنوب والمعاصي، بس هو الأكرم وهو الأعلى وهو الأرحم وهو البر، يعطي عباده بلا استحقاق، ينشر رحمته، يبقى يعاملنا هو بما هو أهله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب والمعاصي. فظننا فيك يا رب إن أنت تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتعفو عنا، أنت تعفو عن كثير. بس الكلام ده لازم يبقى مصدق بعمل، عشان سهل قوي الكلام وسهل قوي ان احنا ندعو ونقول يا رب اغفر لنا وارحمنا وقلوبنا لسه متعلقه بالذنب. لا، ما ينفعش. الايه اللي احنا قريناها: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل. لا، انت بتستغفر وبتقول له انا غلبان، انا اهل التقصير، انا نفسي غلبتني، انا الشيطان وسوس لي، فرب اغفر لي. يبقى انت معترف بذنبك وبتقصيرك، مش بتيجي بقى تقول يا رب انا عارف ان انا عملت ذنوب، بس كنت اعمل ايه يعني؟ ظروفنا صعبه، شباب بيقول احنا في زمن كله فتن، فكنت اعمل ايه يعني؟ كنت لازم انظر الى دول، وكنت لازم اعمل كذا وكذا، ما انا شاب وعندي شهوه. ناس تقول ما احنا انت شايف الحاله وغلا وبتاع، فكنت لازم امد ايديا واخد رشوه ولا اخد حاجه، اعمل ايه؟ اللي يعمل كده يبقى مش معترف بذنبه. ده معترف بذنبه؟ لا، ده بيقول لك انا عملت اللي عليا، صحيح غلطت بس يعني غلطتي مش قوي. لا، عمرها ما تيجي هنا. لو انت بقى بتقول له يا رب ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انا عارف ان انا لو كنت مشيتها صح كنت هترزقني. ليه؟ ما عند الله لا ينال الا بطاعته. لو انت فاهمها كده عن ربنا كان ربنا كرمك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان بعث لك الرزق،
لكن انت استعجلت. والعلماء يقولوا من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه، عشان كده شدت عليك وعشان كده شفت العسر. لو طلبتها منه ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، يبعت لك يسرين، يبعت لك فرجين. هي المسألة لازم نتعامل مع ربنا كده. يبقى اول حاجة ايه؟ دعاء ورجاء. السبب الثاني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني السحاب، او قالوا مد البصر، شوف انت عينك تجيب لغاية فين. لو ذنوبك قد الدنيا دي اللي قدامك دي كلها، او من هنا لغاية السماء. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عايزين نتعلم الاستغفار. استغفار نطلب من ربنا المغفرة على الوجه اللي يرضيه. نعمل ايه؟ اول حاجة لما تطلبها اطلبها في وقت من الأوقات الشريفة، المستغفرين بالأسحار. دي بقى الأوقات العظيمة اللي لما ترفع ايديك ربنا نزل الى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر، فتقول له يا رب اغفر لي وتوب علي يتقبل. يبقى اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. يبقى تستغفر في وقت شريف او في كل وقت طبعا، لكن يعني تتحرى الاوقات دي علشان بتبقى ليها طعم ثاني. دي حاجة. الحاجة التانية، أعظم الاستغفار اللي يكون قبليه ثناء وحمد على ربنا. عارفين أنتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار، تقول الكلمات العظيمة دي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. شوفوا الثناء على ربنا يبقى عامل إزاي. تبتدي تقول له يا رب أنت ربي، أنت خالقي، أنت رازقي، أنت المهيمن على أمري، أنت مدبر أمري، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها دخل الجنة. عايز أحلى من كده؟ وفي بعض الفاظ وروايات الحديث أنها تكون سبب لمغفرة الذنوب العظام عند رب العالمين. ولو كانت ذنوبك دي قد زبد البحر، قد رغاوي البحر اللي تطلع بالمليارات المليارات، بس تطلع من قلب صادق مخلص وهو بيقولها، حاسسها ويمكن دمعتك على خدك وانت بتقولها، حاسس بجنايتك وتقصيرك وحاسس قد ايه غلطت في حقه، وفي نفس الوقت حاسس بنعمته عليك، هو اللي سترك وحلم عليك ومعجلكش العقاب وبيرزقك ويعطيك ويمن عليك ويكرمك ومش مانع خيره عنك، وكان قادر انه يبعت لك الهلاك في لحظتها. تيجي تمد ايدك للحرام تتشل، تيجي تخطو الخطوة تلاقي الأرض اتبلعت بيك، فيها ايه؟ تزلزل الأرض من تحت أقدامه. تيجي تبص البصة الحرام تعمى. قادر؟ قادر سبحانه، لكن ما عملش كده ويتركك علشان خاطر تفهم الدرس كويس وتعرف انت مين وهو مين. يبقى من أعظم الاستغفار ان احنا نقولها ونبقى قبليها ثناء على ربنا سبحانه وتعالى. برضو من الصيغ الوردة اللي لها أجر عظيم قوي إن أنت تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي يقول الكلمات دي ربنا يغفر له ولو فر من الزحف. الفرار من الزحف أحد الموبقات السبعة، أحد أكبر الكبائر. العدو جه وإنت رحت واخد بعضك وجاري، كبيرة من الكبائر، موبقة من الموبقات، مهلكة من المهلكات. يقول لو انت عامل ذنب تقيل قوي كده وقلت الصيغة دي بس قلتها بإخلاص وصدق يغفر ذنبك. يبقى تاني حاجة نتعلم نستغفره ازاي. تالت حاجة
قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض يعني ملء الأرض، ملء الأرض كل اللي في الأرض بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ثالث حاجة إيه؟ وحد، لا إله إلا الله. ثالث حاجة التوحيد الخالص، تبقى لا إله إلا الله من قلبك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نتعلم لا إله إلا الله يا جماعة يعني في كلمات بسيطة أوي. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. العبادة يعني كلمتين، حب وذل، ما حبش حد أبدا زيه، ولا أخضع ولا ذل لحد أبدا زيه، هو وبس، هو حبيبك لا يحب سواه. كل الناس بعد كده يتحبوا فيه، هو أمرنا أن احنا نحب آبائنا وأمهاتنا ونبر بيهم ونبوس إيديهم ورجليهم، حاضر. هو أمرنا بأن احنا لينا ولايات على أولادنا وعلى زوجاتنا، فبيبقى فيه حب في القلوب. طيب يتحبوا فيه؟ فيه، لو هم على طاعة ربنا محبتهم في قلبك تزيد، هم مش كده تلاقي القلب فيه حاجة أصلا بتحب ربنا أكتر من أي حاجة تانية. هي دي لا إله إلا الله في كلمتين. تاني حاجة ما بتذلش، ما بخضعش لحاجة سوى ربنا، لا أذل لأحد سوى الله، ما بذلش لشهوة ولا المعصية. اللي بيشرب سيجارة وهو ذليل ليها، ذليل مش قادر، يقول لك ما أقدرش أعيش من غيرها، ده ذل المعصية. ده اللي ذليل لشهوة، اللي مصاحب بنات من الشباب وتيجي تقول له حرام بنات الناس هيتعمل فيك، من يعمل سوءا يجزى به، فيقول لك مش قادر، قلبي متعلق بيها، قلبي متعلق بالذنب. اللي بيمد ايده على حرام وبياكل حرام ويقول لك اتعودت، ذليل للذنب، هو ده. انما احنا المؤمن الموحد لا اله الا الله لا يذل ابدا لنفسه ولا للشيطان ولا للشهوة ولا للدنيا. مالي وللدنيا، ذلي لله فقط، هو ده لا إله إلا الله. ثالث سبب التوحيد الخالص، ده الثلاث حاجات اللي وردوا في الحديث ده. نكمل الروشتة بسرعة، أنا يا ريت كانت الناس تكتب علشان خاطر دي روشتة عملية، عايزين نعرف نتعلم إزاي نسارع إلى مغفرة من ربنا. رابع حاجة الوضوء والصلاة، إنك تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن الأربعة صححه الألباني قال ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، يعرف يتوضأ كويس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب. واحد وقع فيه معصية من المعاصي، اللي دخل على الانترنت وعمل مش عارف ايه واللي سوى ايه، بعد كده هو في قلبه ايمان ضعف، راح قايم متوضي ومصلي ركعتين وقال يا رب تب علي من الذنب ده، يا رب يا رب اغفر لي الذنب ده، يا رب يا رب اقفل بيني وبين الذنوب دي يا رب، خلاص. ثم يستغفر الله بذلك الذنب الا غفر الله له، ادي سبب. يبقى وضوء وصلاة واستغفار. خمس حاجة ترديد الأذان، بس انت وانت بتقوله تبقى مستشعر المعاني، الله أكبر أكبر يا رب، أعظم وأعلى يا رب. أبو سفيان لما وقف يوم أحد وقعد يقول أعلو هبل أعلو هبل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه، محدش عارف ينطق محدش عارف يتكلم، قالوا يا رسول الله ما نقول، قالوا قولوا الله أعلى وأجل، ربنا أعلى، ربنا أكبر من كل شيء، الله أكبر، تبقى طالعة من قلبك، أشهد أشهد يا رب، تشهد تشهد، حي على الصلاة، مش هقدر أنا بإيدي ولا بحولي ولا قوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت يا رب اللي هتمدني بالقوة عشان أعرف أصلب طولي،
وقف بين ايديك واؤدي فرضك. فعشان كده تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، وتردد الاذان الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، راضي، راضي بحكمه، كل اللي بيعاملك بيه راضي بيه، اوعى يكون في قلبك حاجه بينك وبينه، اوعى، كل اللي يجيلك من حبيبك يبقى حبيبك بس، هو مش بيهلكك، هو مش خلقك علشان يعذبك. وإلا قل لي أنت ليه هنا؟ أنت ليه مسلم؟ أنت ليه من أهل المسجد؟ أنت ليه موفقك أنك تقف بين إيديه وتناجيه وتكلمه؟ ليه؟ رحيم سبحانه، كريم سبحانه. أمال البلاءات والمصائب اللي بتحصل للواحد دي قرصة ودن عشان خاطر إيه؟ عشان يظهر الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. أنت مش هتطلع يعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له اللي أنت ما تقدرش عليه خالص. النبي صلى الله عليه وسلم سب وبصق في وجهه وضرب ووضع القذر على ظهره وحرضوا عليه صبية حتى أدموا عقبه وشجت رأسه وكسرت رباعيته وطلقت بناته، كل ده في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت ولم يؤذ أحد، أنا كنت بس اللي في الأرض في الوقت ده اللي بيتعذب ويؤذى. فأول البعثة النبي حط على بطنه الحجر، النبي قعد 3 سنين في الشعب عاملين لهم حصار اقتصادي مش لاقيين ياكلوا. احنا ما وصلناش للمراحل دي خالص. عندنا ابتلاءات عندنا فتن، لكن مهما كان ارحم بكتير. فلما المسائل دي كلها تتحط كده يهون ايه يعني؟ احنا قلنا اللي يجيلنا منه احنا راضين بيه، عشان كده تقولها من قلبك رضيت، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، حكم الشرع فوق دماغي. ربنا قال، النبي قال صلى الله عليه وسلم حكم حتى لو كان هوايا في حاجة تانية، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وراه هو عمل ايه؟ انا زيه، هو مشي كده امشي زيه، هو اتكلم كده اتكلم زيه، زي ما هو عاش الحياة نعيشها زيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول الكلام ده من قلبه، النبي قال ايه؟ غفر الله له ذنوبه. ادي 5 حاجة. سادس حاجة انك تتادب باداب الجمعه. النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ من اغتسل يوم الجمعه، اغتسل الجمعه، فاحسن الغسل وتطهر فاحسن الطهور ولبس من احسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب. حلو كده، اتزيننا، اغتسلنا، لبسنا احسن لبس وحطينا العطر الطيب الجميل او الدهن او حط زيت او كريم او كذا عشان يبقى في ابهى صوره. ثم أتى المسجد فلم يلغوا، ما دخلش عادي يكلم الناس ويقول اللي حصل وإيه اللي جرى والنهاردة لا لا، قعد كده في ذكر الله ولم يفرق بين اثنين، ولما دخل قعد حيث انتهى به المجلس غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ذنوب الأسبوع كلها راحت. طيب إيه كمان عايزك كل شهر حتى؟ يا ريت لو ربنا وفقك لدي، دي تقيلة قوي بقى في الموضوع، المغفرة، تغسيل ميت، تقف على الغسل يعني ولو مرة، تعرف واحد من اللي غسله تروح تحضر معاه، أصلها تقيلة قوي. ليه تقيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني أنت تخش تغسل الراجل وشه اسود، الراجل وشه تلون، طلع آثار لسوء خاتمة، ما تتكلمش، تخرج تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الراجل ده كان كذا 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 كذا، لا لا لا، شوفوا دينا ستر ازاي. يعني مثلا ممكن يجي في الشرع يقول لك طب خلاص افضحوه بقى ونجيب بقى كاميرات ونصور ونقول شفته، ادي اخره اللي ما بيصليش، ادي اخره اللي بيعمل مش عارف ايه. لا، لما نيجي نتكلم نتكلم كلام عام. ممكن نقول ايه؟ نقول والله واحد قبل كده كان بيغسل شاب كان بيشرب مخدرات حصل له كذا وكذا. فعلا بقى حاجات من كده بتحصل كتير، انا شفت بعيني حاجات من دي.
اسود من اول راسه لغايه بطنه. واخي يحكي لي المغسل يقول لي انا دخلت على واحد كده هو مسمر خفيف جسمه قمح كده، اول ما بدات احط ايديا والله العظيم بيحلف بالله العظيم انه بقى اسود فحم، والاسوداد يزيد 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 لغايه ما وصل لبطنه. راح صابي وماشي خرج قال لهم فيه ايه؟ قالوا ماتوا هو بيزني. فحاجه زي كده ماشي، بس مش هنقول هو مين، يعني ما تجيش تقول فلان بقى، شوفوا دينا ستر ازاي. المهم من غسل ميتا فكتم عليه ماشي غفر الله له 40 مرة. يعمل الذنب ويتغفر له، يعمل الذنب يتغفر له 40 مرة. في حديث رواية بقى خلينا نمسك فيها بأيدينا وسننا، غفر الله له 40 كبيرة. الرواية عند الطبراني والشيخ الألباني صححها في أحكام الجنائز. غفر الله له إيه 40 مرة، دي الرواية المشهورة. في رواية عند الطبراني غفر الله له 40 كبيرة. أهو الكبائر دي اللي متخاف منها، الصغائر أهو أمرها أسهل، إنما الكبائر دي هنعمل فيها إيه؟ أهو سكة من السكك اللي ربنا يغفر لك. عشان كده بقولك اعملها ولو كل مرة كل شهر مثلا لو تقدر على كده يبقى جميل قوي، أو كل فترة مثلا عشان خاطر يغفر لك الذنوب التقيلة دي. من الحاجات، تامن حاجة، إنك تحضر مجلس علم. قعدتنا دي يا جماعة عايزين ناخد بقى الحديث الجميل قوي قوي ده، أصله مش مغفرة بس. شوفوا الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني، يقول ما جلس قوم يذكرون الله تعالى، مجلس الذكر مجلس العلم، الملائكة تحفك والرحمات تتنزل عليك طالما احنا في ذكر الله وطالما احنا بنتدارس كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم، الملائكة بقى هتقول ايه؟ قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم، الجاية دي بقى، وبدلت سيئاتكم حسنات. قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. يبقى لا، ده احنا نحضر الدرس ونحافظ ونقعد في بيوت ربنا سبحانه وتعالى علشان احنا عاملين ذنوب وخايفين نقابل ربنا بيها. تيجي يوم القيامة تبص تلاقي جبل حسنات، الجبل ده انت ما عملتوش، فجبته منين ده؟ انا عارف اعمالي، اعمالي على قدي يا دوبك، انا كنت بركع الـ5 صلوات وكنت بمسك لي مصحف من فين لفيت وبقول اذكاري وبقول حاجتي، فالحمد لله. ابص الاقي جبل حسنات جاي، ده ايه ده؟ سيئاتك اتبدلت حسنات، عمل الخير اللي اتضاعف ليك الدال على الخير كفاعله. خلونا نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. تاسع حاجة، المعاملة الحسنة. شوفوا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الامام احمد في المسند والترمذي وصححه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل ممن كان قبلكم، كان بيعمل ايه؟ كان سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا اقتضى. تيجي تتعامل معاه بالدرهم والدينار، راجل معاملته جميلة خالص، اتفضل، مفيش مشاكل، مفيش فصال، مفيش، معاملته سهلة، سمح، تحب تتعامل معاه، سمح في البيع، سمح في الشراء، سمح حتى لو انت بينك وبينه اي حاجة في الاقتضاء، لما يبقى بيننا وبين بعض قضية ما، هو برضه بيتعامل بمعاملة المسلمين، سمح في كل المعاملات، غفر الله له عشان كان أخلاقه أخلاق حسن. آخر حاجة في الرشدة، الذكر. الذكر عايزين نحفظكم النهاردة ذكر، كمان احنا حفظناكم الاستغفار، عايزين نحفظكم ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فيه ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك. أقول لك على حاجة تقولها ربنا يغفر لك، وإن كنت مغفورا لك، قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم. الأولانية العلي العظيم، الثانية الحكيم الكريم. لا إله إلا الله،
سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. الرواية بتاعة الترمذي كده. في رواية تانية بقى النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قلتهن وعليك مثل عدد الذر خطايا غفر الله لك. من الذكر طبعا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصلي علي 100 إلا غفر الله له 100 مرة. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، كل الصيغ دي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حتى وانت بتقول صلى الله عليه وسلم معناها كأنك بتقول ايه؟ اللهم صل عليه، يعني اللهم صل عليه، يبقى كأنها ايه؟ خبر بمعنى الإنشاء زي ما العلماء بيقولوا. أي صيغة من الصيغ اللي تيجي على لسانك فيها ذكر للحبيب صلى الله عليه وسلم، بس تقولها 100 مرة، تحطها كده ورد في الصبح تقوله أو في أي وقت تقوله وانت ماشي، لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. قال: أصل انت بتذكر حبيبه، فعشان كده الجايزة تجيلك على طول، بتذكر حبيبه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فعشان كده تبقى دي جايزتك. خدنا 10 حاجات النهاردة علشان نسارع إلى مغفرة من ربنا. عايزين نتجهز علشان زماننا زمان فتن. بعض السلف كان يقولوا كده، يقول للناس: تجهزتم؟ جبتوا جهاز؟ فيقولون: لأي شيء نتجهز؟ قال: لسفر قريب. عايزين نجهز، عايزين نبقى في الاستعداد، عايزين نعد العدة. عايز تخرج منها سالم غانم، عايز تخرج منها وربنا سبحانه وتعالى ينجينا منها على خير. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. العدة إيه؟ خدنا أول حاجة في الاستعداد المغفرة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وفي كل زمان. أنا بس أذكر القصة هذه، الشيخ جزاه الله خير يعني ضمن كل المعاني التي نريدها في القصص التي قالها. هذه القصة دائما أقولها لكي أذكر أن الإنسان قادر على أن يتخذ القرار. عندنا بعض الأخوة جالس في الصف الأول من جماعة التدريب والنجاح والتأليف. قضية قرار يتخذ الإنسان بإرادة قوية جازمة يقينية ويتوكل على الله. أخذكم الداعية، احنا اليوم قاعدين في سوق، أم تميم زوجة أخونا الكبير أستاذ اللغة العربية ورئيس قسم اللغة العربية سابقا في كلية التربية الأساسية أبو تميم، تقول وقفت السيارة، ولدي سوق عند مجمع المارينا، وقفت السيارة تعطلت، السايد زحمة، أذن المغرب. شوف الناس اللي قلوبهم على الصلاة، يعني أنا اليوم جمعة ومع ذلك صحوت الفجر على الإقامة، ما لحقت صلاة الجمعة، فضل كبير. ما بالكم اللي ضيع ليلة الجمعة بمعاصي ولهو وشغب وضياع أوقات. اقرأ في زاد المعاد ما هي النوافل وبركة هذه الليلة التي يقوم بها المسلم، واللي خليناها حنا في حياتنا: ليلة سينمات، ليلة شقق، ليلة فضائيات، ليلة، والناس تتفاوت في قضاء هذه الليلة. وقفت السيارة، يما ترى ربع ساعة وكأن زحمة، يا إشارة خربانة، يا موكب رسمي جاي، يا في دعم مسوي ربكة، يا في شيء، ترى إذا طولنا يا إما راحت صلاة المغرب علينا، وين نسوي؟ قال: نصلي في المجمع، والمجمع تجاري وفي العاصمة، ودائما العواصم فيها الفلتان أكثر من الأطراف في أي بلد، نصلي. نزلت أم تميم وهي من صديقات أم أحمد،
تسوي خواطر في مجالس النسائية. تقول دخلت شفت هالأشكال العجيبة اللي بالأسواق اللي طلعنا العيال من المساكين المغيبين بالوعي، ضحايا ثقافة فلاشات الصور الدعائية وثقافة الحاسوب والتسليع والجسد، أشكال والوان. دخلت المواضي أتوضأ، دخلت بنت شيلة عباية، ظنيتها بالتحجب، شالت الشيلة صفطتها في الشنطة، شالت العباية طبقتها ورا الشيلة في الشنطة. قلت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتوضأ؟ لا، طلعت الميك اب والألوان وهات يا جمعية الفنون التشكيلية على الوجه بتصميم. فأنا تقول وقعت في هذا الشعور الذي يقع فيه كل إنسان يتحرك قلبه على أي إنسان عاصي. يا ربي أنصحها، إنسان بنات اليوم طويل ومو فاضين شرشحة في سوق عم، ما أنصحها هذه مثل بنتي. والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة. النصيحة معناتها حب، النصيحة معناتها يعطيك كل خبرتي وحبي. فقلت أغلبت النصيحة، قلت يا بنيتي يا بنيتي ايش حالات تشتوى بالحجاب؟ بالمناسبة أنت جاية مع الوالدة؟ قالت لا والله خالتي أنا جاية مع السايق نزلني. قلت يا بنيتي أنا أحس أن لما قطيت العباية ولبس اللبس الفاضح هذا تطلعين متبرجة. يا بنيتي اتق الله، أنت قاعد تقومين معصيتين، معصية الله المباشرة في رمي اللبس الشرعي، والمعصية الثانية اللي قاعد تخدعين أمك وأبوك. ترى أمك وأبوك ما يشوفونك بس رب العالمين قاعد يشوفك. وينك يا بنيتي؟ ترى قيمة المرأة في أخلاقها في كرامتها. حتى اللبس هذا يضحكون عليك الأولاد، يطالعونك يعجبون ببعض أشكالك، لكن يطالعونك بعين الغريزة، يطالعونك باستصغار، يطالعونك مثل الكيك اللي ياكل الإنسان ويرمي القرطاس. بوكانون في كتابه موت الغرب، وهو الرجل المرشح للرئاسة الأمريكية وصاحب برنامج القصف المتبادل، يقول وصارت المرأة في الحضارة الغربية كالمنديل الذي ينتهي منه الإنسان ثم يرميه. ليش بنيتها الشكل؟ حرام، هذا برج بأمك وبوك. ترى أزين الزين الوضوء وقعدت تنصحها ولا الدموع تنزل. تقول يا خالتي والله أول مرة واحدة تقول لي أمك وبوك حلال حرام، مستقبلك أخلاقك دينك إيمانك، ما حد ينصحنا يا خالة والله ما حد. بدأت تبكي، تقول أنا أبكي وياها، وأخذها ولمها وتتوضى وتلبس لبسها الشرعي وتروح تصلي معاي في المصلى وتطلع، ولا مجموعة بنات واقفين برا اللي لابسه كذا واللي معلقة واللي وشم واللي كذا. نظرت إليهن ب لا أدري ما هي الهواجس التي كانت، لعلها بعتب وزعل، ثم أدارت ظهرها ورجعت إلى بيتها. شفتوا التبديل السريع؟ عرفت الغلط ومضت يقظة، مثل القصة اللي قالها الشيخ المرعبة لذلك الإنسان اللي انقلب وقال الحكمة العظيمة الاسفنجة وين ما تحطها تتشرب. احنا اكثر والجيل اللي يجلس اكثر بنات وشباب اكثر ما يأثر فيكم يا شباب، والله احنا وعاظ وندرس وكذا، ها يا ولد وينك من معاه. واحيانا مثل ما يقول الدكتور ابراهيم الخليفي بعض الاشياء فوتها، مو كل شيء لا تغثه، ونفوت بعض الاشياء لعل نكسب اشياء اخرى ونداري. فماذا يصنع الناس اللي ما حد قاعد يوجههم يا جماعة؟ حرام. يقول عمر بن عبد العزيز فيما يرويه ابن خلكان، يقول والله إني لأشتري ليلة، محسس نبدل لازم نغير البيئة، إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 102 هجرية، لأشتري ليلة من لياليه بألف من بيت المال. قالوا يا أمير المؤمنين على تقواك وورائك تضحي ببيت مال المؤمنين وأموال المسلمين؟ قال ويحكم، إني أعود بنصحه ورشده بألوف الألوف، أن في الجلوس إليه تلقيحا للعقل وتنقيحا للأدب وتسريحا للهم وترويحا للقلب. هذا أكبر استشاري هذا. والله العظيم تروح تزور بعض المشايخ والأخوة يهزونك من أعماقك ويجددون محمد تذكر النية، ترى أنتم ناس مشهورين والناس يمدحكم، فتتذكر يعطيك حكمة من حكم بن عطاء الله السكندري، إن الناس يمدحونك بما يرونه ويعلمونه منك، فذم نفسك وحاسبها على ما تعلمه منها ولا يعلمه الناس. احنا نحتاج من كما قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة، خذ بمجامع ثوبي متى رأيتني ضللت عن الحق وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. نحتاج من يذكرنا، كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، يقول أجلس أسوي الدرس، أنا مفعم بالدرس لأن جاي ناوي وقاصد ومشاحد الذهن وأرجو الناس تسمعني وما تمل وأأثر فيها وأغير وأخذ،
فلما ينتهي المجلس حتى أنا اللي نصحت نعود إلى الدنيا نبرد نتلبس بالحياة والشهوات كما قال يا رسول الله نكون عندك وعلى رؤوسنا الطير. الشاهد يا أخواني فرصة التبديل موجودة وشهر التبديل مقبل، فلنعزم من الآن، فالنوايا خير عمل المسلم. شكر الله لكم وتقدم بشكر جزيل للشيخ ويتحفنا في توزيع المصاحف على عباد الله. تفضل. السلام عليكم. حقيقة أنا أرغب دائما في أن يكون يعني هناك أشياء عملية تتبع المحاضرات، فجرت العادة إذا ألقيت محاضرة مثلا عن بر الوالدين مثلا أطلب من الجمهور الحاضرين، أدري أن الحاضرين يعني مثقفون ومتعلمون، يعني لله الحمد الآن مستوى الناس المتلقين ليس مثل مستواهم قبل 20 سنة. ربما قبل 20 سنة لو تطلب مشاركات من الجمهور ما عندهم شيء، لكن أنا أدري بين يدي ناس متعلمين وبعضهم خريجين جامعات وربما بعضهم حملت شهادات عليا، ومع ذلك يحضرون معنا الزام الله خير. فأطلب عادة مشاركة إذا تكلمت عن بر الوالدين، أطلب منهم مشاركة حول بر الوالدين، قصة معينة أو نحو ذلك. ما دام من الإخوة كلامهم حول بدلها واتخاذ قرار شجاع بتبديل الحياة إلى الأحسن، فأنا أحضرت معي حقيقة 4 مصاحف قد كتبت عليه أهداء وختمت عليه بختمي الشخصي. الختم هذا أنا أختم به على عقود الزواج والطلاق بس، فأما بيتزوج ولا بيطلق اللي بياخده. فهي 4 مصاحف، ممكن من كان عنده مشاركة، ممكن الأخ علي أيضا يختار لأني أنا مع جهرة الأنوار يمكن ما أشوف زين، ففي ميكروفون متنقل، فمن كان عنده مشاركة تستحق يعني أن يأخذ لأجلها الجائزة يرفع يده لنختاره أو نختار غيره، بس نبغى شيء يستحق أنه يذكر. ها النساء ممكن ولا بعد في جماعة الميكروفون موجود هنا، تفضل عط الأخ اللي هناك اسمه وصول في الأخ هنا والأخ هني. وين الميكروفون؟ في الزاوية. بس ترى نبغى شيء يستحق أنه يذكر يا جماعة، يعني بعض الشباب ممكن يقول والله أنا حضرت خطبة عن تدخين وقررت خليت التدخين، نقول جزاك الله خير هذا كلام حلو، بس نبغى شيء فيه يعني موقف فيه حدث معين حتى يكون يعني أيضا إحنا ممكن نستشهد به في محاضراتنا الأخرى. يعني عط الأخ اشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. طبعا أنا جاسم محمد العياش من سوريا. يا مرحبا. عايش في الكويت من سنة 99. ما شاء الله عليك. قبل كم سنة الحكي أنا صراحة يعني صار معي من 2005 ونازل صلاة، ما في صلاة ولا صوم ولا شيء، وكل الوالدين طاش يعني كله كذب، والحكي هذا صراحة يعني الحمد لله أن رب العالمين تاب علينا. كنت ماشي مع شلة ولاني يقول الحمد اني خلانا بعد عنهم، شلنا معنى الكلمة اللي تحت معنى الكلمة، بس الحمد لله من 1/6/2006 الحمد لله تعرفت على شيخ من الشيوخ الكويت، شاب سوري متطوع وعرفني على شيوخ، الحمد لله تغيرت حياتي لدرجة ما أشكر الله سبحانه وتعالى عليها. كيف تعرفت عليه؟ أنت سعيت إليه ورحت له ولا التقيت به في مكان؟ كيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه من طريق يعني واحد من الشباب اللي كانوا ملتزمين معه، فقال للشيخ الفلاني يأتي دروس ويروح مخيمات حق الشيوخ، ايش رايك وانت بعد من زمان ماشي بالطريق هذا؟ قلت له خلاص ودني عليه، رحت قعدت معه يوم واحد مخيم بالوفرة، فقعدنا عنده يوم واحد. يعني بدلت الصحبة اللي ونسأل الله ان يبدلها لك ان شاء الله. فتركته وصار يعطيني شريط حق شيخ من السعودية خالد جبيل، فصرت أسمع الشريط وصرت أسمع شريط أكثر شيء خالد الراشد. بداية الشريط سبحان الله يا نسأل الله بداية الشريط تغيرت حياتي كلها. الله أكبر. فدشرت سبحان الله الصحبة اللي كنت فيها كلها دشرتها، صرت ملتزم. دشرت يعني خليتهم دشير نصحتهم اللي دشرتها تركتها
تركتهم خالص. الانباشر عندنا خربان يعني. بدلتها يعني أقول. بدلتها. ممتاز ممتاز. مشيت مع شيوخ يعني الحمد لله من الكويت وكانوا جون السعودية ربع كلهم الحمد لله ملتزمين والحمد لله من ذاك اليوم لليوم. الله وياهم. يثبتنا وياك من 1/6/2006. تغير. الله يثبتنا وياك تفضل الله يحفظك جزاك الله خير وبيض الله وجهك صلى الله يثبتنا وياه أبو اللي ورا فيهم أحد. في ناس صاروا ورا واقفين يرفعون يدينهم. الله يحفظك. أنا ودي أقوم بس عاد مربطين بهالطاولة. الله يكرمك. الله يشفيك. ودنا أيضا مشاركة من الأخوات إذا في مشاركة. نأخذ مشاركتين من الشباب ومشاركتين. بس نأخذ شيء الأخ. الله ينور والله نوجهك نور عسى الله يثبتنا. اللي عند الميكروفون. الله يثبت. في أخ هنا كرف إيده. طيب خذ المشاركة هناك وبعدين عند الأخ إن شاء الله. وبعدها. الأخت ها تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. لو توقف لو سمح عشان يشوفونك. لا المعذرة. خلاص خذ راحتك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق رسولنا الكريم وحبيبنا روحي له الفداء عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد فيا أخواني هذه قصة حقيقية حصلت معي وهذا هو هذا يعني آخر حياتي يعني كانت آخر حياة الحياة المأساوية وأنا ولله الحمد مع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون ولكن إنما الأعمال بالنيات ولكل امرؤ ما نوى وأنا نيتي لكي أعظ نفسي المقصرة بتقوى الله وأعظ غيري من الشباب اللي أراهم يعيشون كما كنت عائشة أنا قبل. فالموضوع باختصار أن أنا كنت طالع مع أحد أصدقائي الذي عندما انولدت ولا آخر لحظة وأنا معه من 17 سنة. فكنت طالع طبعا أنا كنت يعني فكنت طالع مع هذا الشاب اللي هو كان صديقي يعني كان من أعز أصدقائي وكنا في احد المكاتب وكنت يعني انا كنت من رواد يعني النظر الى النساء وهكذا يعني فيعني كنت يعني ما في نظره بنظره على طول يعني ما نطول شيء على قولتنا احنا اول فسبحان الله فشفت يعني كانت فتاة امامي او على يساري فسبحان الله احسست بداخلي شيء الشيء اللي داخلك قاعد يقول لي ان يعني لا ليش طالح يعني خلاص يعني سبحان الله الشيء اللي داخل قاعد يعظم عظمه الله سبحانه وتعالى في قلبي فقاعد يقول يعني ليش يعني قاعد طالح فالمهم قاعد اقول انا ما اقدر اطالح لان عاتي متعود 17 سنه وانا اخذ بهالامور هذه والله الحمد لله نسال الله العافيه والسلامه فقاعد يقول الشيء اللي داخل قاعد يقول شلون ما اطالح ما اقدر فردت علي نفسي وقالت لا سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن شاء الله أنها بس تروح خلاص الحمد لله راحت انتهى الموضوع فوالله الحمد المنة فعلت هذه الطريقة الذي نفسي أرشدتني عليها فقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى مرور بضع دقائق 10 دقائق ولا الفتاة خرجت فسبحان الله أسأل الله أن يهدينا ويهديها إن شاء الله ويهديكم فسبحان الله خرجت من المحل و قلت حق صديقي وصديق عمري سابقا فقلت له الموضوع ما حدث فقال لي لا يا شيخ عادي بعادي احنا شباب ونستانس يعني او كما قال فسبحان الله يعني وانا مشيت معه وخلاص قلت ها عادي خلاص عادي خلنا نشوف يعني فسبحان الله ومرت كم يوم وانا قاعد تراودني مشاعر واحساسات غريبة وعجيبة يعني ليش ما ليش ها ليش متى الى متى فسبحان الله خرجت مرة أخرى بمفردي إلى السوق وذهبت إلى مكتب أحد مكاتب الإسلامية ولله الحمد لله رحت دخلت داخل سالته يعني الكروت الدعوية الصغيرة عن المواعظ مواعظ فسبحان الله من هذا اليوم وكانت هذه في العشر الأواخر من رمضان اللي طاف فسبحان الله من هذا اليوم وأنا ولله الحمد لله أسأل الله أن يثبتنا وياكم وأنا لازلت يعني على الثبات وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة موعظة لي ولكم وجزاكم الله خير هذا والله تعالى على ما صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. نشكرك شيخنا، وأنا أفضل أن يوصلون للمصحف بعد إذنك شيخ، حتى من باب حنا مبدأ الأخت، في أخت هناك أيوة، عطوا الأخت ثم الأخ اللي هنا، شباب اللجنة المنظمة لو واحد يوصل المصحف لو سمحتوا، وياليت الأخ المصور ما تصور الأخوان اللي يتكلمون، ها أساس من باب حنا نعينهم على التبديل. السلام عليكم. تفضل يا سلام. أول شيء حبيت أوجه شكري الجزيل الشكر حق الدكتور محمد العوضي، لأني على إيده أنا تبدلت يومها، كنت صغيرة فسلمت عليه ما أدري إذا هو يذكر ولا لا، فقال لي كم عمرك؟ قلت له عمري 11 سنة. قال لي عمرك 11 سنة ليه ما تتحجبين؟ قلت له إن شاء الله أتحجب، وأنا الأسبوع اللي وراء على طول تحجبت. من بعد الأسبوع اللي وراء بديت أفكر بالعباء ولبس العباء وعادي استمريت. بعدها رجعت قلت لا، الإسلام ما يرضى بعباتي هذه، وعلى طول ولبست عبات الرأس والتزمت بصلاتي وتركت الأغاني ولله الحمد. ما شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. بارك الله خير يا شباب حلوين. توصل المصحف طبعا دكتور محمد العوضي شيخ يقول مصحفين مو مصحف. طيب حنا في واحد من الأخوة هنا دور ولا في واحدة الوحدة ناخذ الأخت. تفضل يا أستاذة وبعدين نرجع للأخ، اسمح لي. ها السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم على الشيخ محمد العريفي والشيخ محمد العربي. السلام ورحمة الله. أنا بدلت بس مو بنفسي، بدلت بخواتي. عرفت شلون؟ يعني أنا أكبر وحدة من خواتي، خلاص أكبر وحدة من خواتي. المهم إنه يعني كانت تصرفات خواتي صراحة كانت جدا جدا يعني كانت ما تعجبني، يعني بحكم عمرهم، عمر كلية، عمر ثانوية كذي. المهم يعني أنا لاحظت عليهم تصرفات وحركات، يعني حركات البنات المعاكسات الحركات هذه. المهم أنا صرت وراهم يعني لدرجة إني يعني أقسم لك بالله يا شيخ، لدرجة إني يعني أي حد يخطبهم ولا شيء بديتهم على نفسي، بس أقول يعني أهم شيء إني يعني أهم شيء شنو، أهم شيء مستقبل خواتي بعدين أنا. يعني الحين الحمد لله الحمد لله يعني يعني والله أحيانا يحصل بيني بينهم مقاطعات شيء، بس أقول خالف أهم شيء بس إني أوصل للي أبي، يعني يعني أشياء وايد والله تنازلت عنها، بس أنا أقول خالف أهم شيء بس خواتي. المهم الحين الحمد لله يعني ثنتين من خواتي الحمد لله تزوجوا أصغر مني يعني ولله الحمد، والحين بقى ثنتين يعني واحدة بالثانوية واحدة بالكلية، وأنا أكبر منهم إلى الآن والله العظيم. أنا يعني مرة يعني كل تفكيري فيهم، يعني كل يعني أي شيء أي أبونا أي شيء ولله الحمد، ولله الحمد الحين أي شيء يحصل لهم أي شيء على طول يتجعون لي، يعني أي شيء يصير كذا يجوني، يعني وأنا إلى الآن مصرة يعني مصرة إني يعني بإذن الله يعني الله يكتب لهم نصيب بعدين أنا أفكر بنفسي، بس عشان أطمن على أخواتي لأن إحنا خمسة وما عندنا أخو، فأنا أحس إني مسؤولة عن أخواتي. الله يحفظك. هذا اللي حبيت أقوله. الله يجزاك الله خير. الله يجزاك. تعالوا يا شباب شيخ بدلها. جزاك الله خير. إن في واحد من الشباب. إذن حقيقة أنا تذكرت شيء أنا أيضا، أنه ليس المقصود أنك أنت تبدل بس ما عندك، أيضا مشاركتك في تبديل ما عند الآخرين مثل ما يفعل الآن الأخوة في المحاضرات ونحو ذلك، هم يشاركون الآخرين على تبديل ما عندهم، هذا أيضا أمر حسن. عاد ما في مصحف. مع الأخ السلام عليكم. أول شيء أمسي على الشيخ محمد العريفي بالخير، وأقول لأخوك طارق عبد الكريم العريفي. نعم. دائما يسألونك عني أصدقاء. نعم. ومسي بالخير على الشيخ محمد العوضي. نعم. وأقول لكم يا شباب يعني أنا واحد من الناس الحمد لله يعني ما كنت الحمد لله يعني فيني التزام الحمد لله، لأني عشت في بيئة ملتزمة الحمد لله والله الحمد، لكن كانت مشكلتي كنت انجرفت ويا أصدقاء وللأسف أني دخنت وكانت صلاتي مقلة يعني للأمانة أتكلم بصراحة، إلا أن كانت عندي أخت رحمة الله عليها يعني توفت حادث سيارة رحمة الله عليها، كانت أختي دائما تنصحني صلاتك التزم فيها التزم، تقول أنت أشوفك مو ملتزم صلاتك مو ملتزم رحمة الله عليها. فإن كنت معاها في المطار أوصل زوجها مهندس وكان بعثينا دورة برا، فكانت قبل الخمس دقائق معي بالمطار، فقالت لي أنا راجعت لكم البيت بعد خمس دقائق، أنا راجعت لكم البيت، فقلت لها خلاص إن شاء الله نلتقي في بيتنا إن شاء الله. فنزلت كنت قاعد أدور سيارة أشتري سيارة حتى أوصل صورة، فنزلت أشوف السيارة، فأذن المغرب رايح المسجد أصلي أنا ووالدي، كان معي والدي عسى الله يطول بعمره ويخلي لكم والديكم إن شاء الله، فكان معي والدي، فعد ما أنا الوالد دخل صلى فأنا رحت أتوضع الصلاة وكبر الإمام، فأنا أتوضع والأول مرة أنزل معي موبايل في جيبي، فتصل علي التليفون أطالع رقم أختي أرد ولا أدخل أصلي، أذن كبر الإمام
أرد ولا أرسل؟ قلت لا زوجها مسافر أكيد تبي شيء ضروري. فرديت رد علي واحد قال لي أختك فلانة. قلت له نعم أختي فلانة. كان يقول لي أختك هذه مقطينة بعبايتها في الشارع. فوالله تذكرت دائما الوالد يقول لي فصابت بلية فيقول إن الله إنا يرجعون. فالحمد لله قلت إن الله إنا يرجعون. دخلت صليت وأنا منهار يعني. فالحمد لله قدرت إن أصلي. ما حبيت أبلغ الوالد يعني في هذا. فطلعت بسرعة وخذني واحد لما شفت جيت ولا لاقي أختي من قلبها في السيارة رحمة الله عليها ومقطينة في عبايتها رحمة الله. أشوف عنها قبلها بيومين كانت تنصحني التزم في صلاتك التزم في صلاتك. فأشوف إن الإنسان بهالدنيا يمكن بعد ثانية ما يدري شو يصير له يمكن بعد دقيقة يمكن الحين نطلع ما يدري شو واحد شو يصير له شنو. لكن نقول الحمد لله والله كثر من فضل الشيخ محمد العريفي والله يكثر من الشيخ محمد العوضي والحمد لله والدنيا بخير كثر ما يزيد الشر الخير أكثر صحيح. الحمد لله والجهة الطيبة هذا الحمد لله يا رب العالمين. وأنا هديتي مو المصحف هديتي شوفة الطيبين الموجودين كلهم. الله يهديك هدية من مشروع ركاز. هو عندنا نهدي كل من بدل عبارة عن عطر اسمينا عطر بدلها. فياليت الأخوة الشباب يهدون الأخ الكريم العريفي الكويتي طبعا. أنا تراي بدلتها بعد. نعم وانت بدلت. أنا بدلتها. نعطيك الآن أجمل هدية إن شاء الله. أيضا أنا أشكر الأخ الكريم اللي أشار برسالة نصية أن ركاز سبب لتغيير حياته. نشكره كذلك. ود أن يشارك لكن يبدو في حرج معين. نشكركم والوقت يعني ما يسمح في المزيد لكن نشكر كل مشاركنا. نشكر الدكتور محمد العريفي على مشاركته معنا ونشكركم أنتم سبب النجاح. لكن اسمحوا أن نكرم الدكتور محمد العريفي في ختام هذا اللقاء.